السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. ما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كتروا لنا التعاليق إخواني أخواتي باش الفيديو وصل للعديد من المتابعين. إخواني أخواتي، اليوم غنتكلموا على الفنانة سعيدة شرف والحمزاوية، وأيضا غنبداو الموضوع ديالنا اليوم بواحد الضجة اللي واقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، نايضة الروينة إخواني أخواتي. فهاد السيد اللي منوض هاد الروينة كاملة إخواني أخواتي في مواقع التواصل الاجتماعي فهو مصمم أزياء، وكان عنده واحد المحل اللي هو كبير، فتبت عليه النصب والاحتيال، تبت عليه النصب والاحتيال ومشى للحبس. فهذا رضا الرناح إخواني أخواتي حاط دلائل بالصوت والصورة عبر الحساب ديالو في الانستغرام، وكيحط حتى في اليوتيوب إخواني أخواتي دلائل بالصوت والصورة ديال سيدات مع رجالات مهمين في الدولة انهم كيحفروا ليه وداروا ليه مكيده باش صيفطوه للحبس. اخواني اخواتي، هذه قضيه هذا الشخص هذا. حنا غادي نربطوا الخيوط وغادي نذكروا جميعا عصابه حمزه موبيبي والرباعه ديال الشلابيه المطبلين والمزغرتين للمغنيه، اللي كانوا من دائما هما تيقولوا انتظروا قنبله شهر 6، انتظروا قنبلة شهر 6 واللي غتكون قنبلة بكل المقاييس. فهذه هي القنبلة اللي كنتو كتوجدوا يا ربعة ديال العصابة، حنا كننتظروا منكم اي حاجة. حنا اخواني اخواتي في شهر 6 وفي الاواخر ديال شهر 6، يعني هذه هي القنبلة اللي كنتو كتكلموا عليها، ان غيخرج هذا السيد هذا وغيقول بانه المسؤولين اللي شادين مدينة مراكش هم فاسدون. يعني هنا كيربطوا الخيوط بالحمزاوية. دائما سبحان الله فين ما كتكون شي كارثة كتكون داخلة فيها دنيا باطمة. الحمزاوية إخواني أخواتي، هاد السيد هذا رضا الرناح اللي كيحط دلائل في الحساب ديالو وكيقول على أنه مظلوم وتمت المؤامرة عليه، دارت مؤامرة عليه، وأنه هو الوحيد والمغنية المشبوهة الحمزاوية اللي محيدين لهم الباسبورات وممنوعين من السفر. هناك عدة علامات استفهام إخواني أخواتي، علاش هذا الشخص هذا بالضبط هو كيعاود على راسه، كيعاود على المشاكل ديالو، على انه كان عنده واحد المحل، انه هو مصمم كيبيع التكاشط وكيبيع القفاطن، كان مزوج وتفارق مع الزوجه ديالو، والزوجه ديالو اخواني اخواتي اللي هي الصديقه المقربه ديال سلطانه، حتى هي مجبوده في القضيه. ايها اخوتي، فبحال حنا ما كنقولوا حساب حمزه مومبيبي غيسالي، غتسالي القصه اللي مشى للحبس، مشى اللي باقي راه غيدوز داكشي اللي محكوم به واللي حاكم عليه به القضاء المغربي. صافي الله يجعل البركه، يتسد الملف، ندوزوا لملفات اخرى. حتى كنلقاو بانه هذا الملف هذا باقي كيولد لينا وباقي كيولد اخواني اخواتي. فهاد السيد رضا الرناح اللي كيخرج بدلائل عبر الصفحات ديالو الرسميه فهو من حقه انه يتكلم على حقه ومن حقه انه يدوي على راسه. لكن الحاجة الوحيدة اللي هي ما مفهوماش إخواني أخواتي هو كيدافع على راسه، وعلاش جبد لينا دنيا باطمة في القضية؟ علاش كيقول لك بأنه أنا الوحيد ودنيا باطمة في المغرب اللي محيدين لينا جوازات السفر وممنوعين من السفر، وهو كيدوي على الظلم وكيدوي على الحقرة، أنه تظلم وتحقر من قضاء مراكش ومن المسؤولين بمدينة مراكش. فإلا هو كيتكلم على أنه تظلم وعنده دلائل يلتجأ للقضاء، أما المغنية إلا تسحب منها جواز السفر فهي تبتت في حقها الإدانة من طرف القضاء المغربي على خلفية مشاركتها في حساب حمزة مومبيبي إخواني أخواتي.
لاحظنا على انه هذا حساب حمزه موبي اللي هو عاد مؤخرا حتى هو قال لك متعاطف مع هذا السيد هذا رضا الرناح. وايضا القروده والمطبلين والمزغرتين للمغنيه حتى هما متعاطفين مع رضا الرناح. فاليوم بدا كيتضح لينا الامر على انه هذه هي القنبله اللي كانوا كيوجدوا لها عصابه حمزه موبيبي. هذه هي القنبله ديال شهر 6 اللي كانوا دائما يتوعدون بشهر 6، والقنبله ديال شهر 6 واللي حنا حاليا باقيين في شهر 6 الاواخر ديال شهر 6، يعني هذه هي القنبله اللي كانوا كيتوعدوا لينا بها على اساس انهم غيخرجوا هذا السيد هذا اللي غادي يدوي على الظلم والحقره اللي تعرض ليه في مدينه مراكش. هنا ناضوا غيخشيو لينا الحمزاويه ديالتهم على اساس حتى هي نفس الظلم والحقره اللي تعرض لها الاول تعرضت ليها الحمزاويه، ويعني هذا عام ديال الحبس اللي محكومه به ولا العام اللي دوزت اختها، راه كلشي غير ظلما وعدوانا. شوفوا التبانديت كي دايره، شوفوا لي التطولانطيت وكيفاش دايره. دائما كيجيبوا المغنيه ديالهم كيبغيو يدخلوها في القضيه باش يبينوها على اساس انها مظلومه وتظلمات وتحكمات بعام ديال الحبس ظلما وعدوانا. او ماي جاد اخواني اخواتي، هذه ما زال بكل المقاييس. هنا كنا كنوجعوكم وباقي كنوجعوكم منين كنجبدوا النقد والابرام، ونحن نطالب للمره المليون على النقد والابرام. اين هو النقد والابرام ديال المغنيه المدانه بسنه سجنا نافذا؟ وما كاينش اللي غيتلفنا وما كاينش اللي غادي يخلينا نسكتوا على هذا الملف هذا اخواني اخواتي واخوتي وحبابي. واللي قال لك صافي سالى الملف وسالينا وغندورو نشوفوا ملفات اخرى، وانتم راه ملف حساب حمزه موبي باقي كيولد وراه باقي كيولد لينا. يا اخوتي عصابه اللي هي كبيره واللي باغيين يردوا المغنيه الشعبيه ديالها على اساس راه تظلمات من طرف القضاء المغربي. يا ناريه نتوما القضاء كيظلموا نتوما عرفتوا شحال من علامات استفهام كاينه في هذه القضيه، وانتم راه قفه ديال علامات استفهام، قفه ديال علامات استفهام اخواني اخواتي اللي خاصنا اجابات عليها. اللي هذا الملف هذا راه هو معقد ومعقد ومعقد اخواني اخواتي، وباغيين يستغلوا الفرصه ويدخلوا المغنيه ديالهم حقه ولوات حتى هي مظلمه. وناضت خينا هذا رضا الرناح ولا سميت التحصيل حتى هو قال لك بانني انا الوحيد انا والمغنيه دنيا اللي محيدين لنا جوازات السفر وممنوعين من السفر، يعني انهم مظلومين تظلمنا ومحيدين لنا جوازات السفر. خوتي وحبابي قضيه فيها انا واخواتها. وي المغنيه والتي يا حبيبتي راكي مدانه بعام تاع الحبس، ويلا حيد ليك القضاء المغربي جواز السفر الا وراكم شوهتو بتزيتو فضحتو. وتا هذا رضا الرناح راه ما سويلش اخوتي، راه ما سويلش وراه نصيصيب وراه نصاب، تضامنتو معاه وراه نصاب اخوتي وحباباتي. اي كلنا مع لمحاربه الفساد والمفسدين، وانا من عندي انا اي رضا الرناح تيلا راك حاس براسك مظلوم وعندك اثباتات وادله ادله اللي هما ادله نارينيت ادله خطيره جدا، لا تهضرش على عباد الله دوي على مخك دوي على راسك اش جاب المغنيه معاك في القضيه ديالك، تا نصاب والاخرين نصابه وتناصبتوا مع بعضياتكم قضيه المغنيه وترى قضيه اخرى عجبتها الفرصه وتلاقيتوا في نفس المدينه قضيتكم في نفس المدينه، وانما قضيه المغنيه مع قضيتك راه لا علاقه حنيني، ما باقيش تدخل لينا الشكل في العقل الله يرحم بها الوالدين. اخواني اخواتي هادي راه مصيبه، هادشي راه مصيبه. المهم اخواني اخواتي هذاك الراي ديالي في الموضوع، واخا باقي الموضوع راه فيه قفه قفه يا اخوتي، خاصنا معاكم عامين اخرى خاصنا عامين اخرى اخواني اخواتي. هادشي كامل مديور باش المغنيه يلمعوا لها الصوره ديالها ويبينوها امام العالم على انها كانت لها هذه مؤامره
بالرغم من أنه القضاء المغربي والخبرة على الهواتف تبتت على أنه هاد السيدة هذه فعلاً مدانة وتبتت في حقها الإدانة بالدلائل وبالحجج وبالبرهان. وهاد الناس هادو راه حسبي الله ونعم الوكيل قادين بجدودهم يا خوتي ويا حباباتي قادين بجدودهم. فكنا غنتكلموا على الفنانة سعيدة شرف كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو. الفنانة سعيدة شرف حطات ستوريات إخواني أخواتي وستوريات كتقول فيهم كتقول حبايبي العزاز فقط للتوضيح وباش حتى واحد ما يفسر كلامي على طريقته بخصوص المشاركة الفنية بالمجان في مهرجان أرت دو كافتون. فأنا ملي كنقول الجميع كيشارك بالمجان راه ربما فيهم أنا بحالي بحالهم على مدى كل الدورات السابقة ما عدا النقل والسكن. مع تحياتي لأصحاب الركوب على الأمواج. وي ولا لا سعيدة شرف تيهضر كيسور فيو وكيسور فيو في الدص هذاك الشيء في الدص. قالت لكم فنانة سعيدة شرف انا عارفة بانه حتى فنان ما غادي يبغي يبان انه كيشارك في المهرجان فابور وما غاديش نتفاجئ انه ادارة المهرجان وبعد مناقشات وتلميع الصورة تخرج وتنكر انه الفنانين كيشاركوا في كل الدورات بالمجان. ومع ذلك ديروني كدابة وجيبوا شي نسخة من الشيك او اي دليل انكم خلصتوا به شي فنان وما تقولوش خلصناهم كاش لانه ضروري غادي تحتاجوا نسخ شيكات للادلاء بها للادارة الضرائب او لمكتب المحاسبة. واللي كذبني باقيين المحادثات من سنة 2019 وحتى اللي زاد كذبني يسول الهام والناس كتقدر تكذب على الميت ماشي على الحي. تحياتي واحترامي لكل المشاركين وبالتوفيق. وحيدو حيدو لالا سعيدة وفقص العدا وحيدو حيدو الزين كله وشكل اللي ولده حيدو حيدو اخواني اخواتي الفنانة سعيدة شرف وفقص العدا فقص العدو اخواني اخواتي وما كاينش لاش وما كاينش لاش نتقارعوا على الفابور ما كاينش لاش نتقارعوا على البيليكي وي والموديل ورحنا كنشوفوك موديل في الغربال تاع الودايا موديل واللي غتاخد لي التكريم على فريع الغراب الامام سجن الودايا. اخواني اخواتي دوزوا بخيره بغيت على التعاليق وبغيت اللايكات بارطاجيو لي لا فيديو نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.